أحبتي متابعي مدونة الأرباح، مرحبا بكم. اليوم درسنا سيكون قصير ومختصر ولكنه مفيد للعديد منكم. أعلم أن العديد منكم يبحث عن طريقة لجمع نقاط من موقع أدمي فاست كي تساعده في نشر يعني روابطه، أو يعني الحصول على لايكات أو يعني فولو في تويتر أو غيره. الموقع بسيط جدا، أو هذا التطبيق الذي سأتركه لكم بسيط جدا، فهو لا يحتاج كمثل أغلبية المواقع التي يجب أن تضغط لايك ويعطيك بعض النقاط إلى آخره. فهو فقط بالضغط على سبميت ستتحصل على النقاط أوتوماتيكيا. سأريكم طريقة عمل الموقع. أولا سأدخل على حسابي في أدمي فاست كي تروا يعني عدد النقاط التي أمتلكها حاليا. نضغط على لوجين. هنا عندي إلا 5 نقاط، يعني استهلكت تقريبا جميع نقاطي. سأذهب إلى مواقعي المشغلة حاليا حتى لا يستهلك كل نقاطي، ثم سأزيلها. الآن سأقوم بتشغيل البرنامج. فقط ملاحظة بسيطة، البرنامج هو بوت، يعني لكل من يمتلك أنتي فيروس أو يعني يجب أن يقوم بتوقيفه عندما يشغل هذا البرنامج، وإلا سيقوم بحذفه مباشرة. الآن سأدخل على حسابي في أدمي فاست لوجين. كما قلت، ميزة هذا الموقع أني لن أضغط لا لايكات ولا غيره، ولا بارتاج أو غيره، كي أحصل على النقاط، فسوف يعطيني النقاط أوتوماتيكيا. كما لا تلاحظون هنا عدد نقاطي يعني إلا 5. سأقوم بغلق أدمي فاست هنا، ثم سأضغط مثلا على يوتيوب، فسيقوم الموقع أوتوماتيكيا بعمل هيتس يوتيوب كي يمكنني من ربح النقاط دون أن أعمل أي شيء. يعني بكل بساطة تستطيع ترك الموقع يعمل لوحده ثم تعود، وتجد أن عدد النقاط قد زاد في فترة قليلة. لاحظوا معي، كما قلنا أنا أمتلك إلا 5 نقاط نظرا لاستهلاكي النقاط التي أمتلكها. لاحظوا معي الآن أصبح 0. فقط بالنسبة لرابط تحميل البرنامج، هذه المرة لن أتركه أسفل المدونة أو أسفل الفيديو كما أفعل في العادة. فقط إن كنت تشاهد هذا الفيديو عن طريق المدونة، أترك يعني تعليقا جميلا مع يعني إيميلك، وسأرسله مباشرة إلى إيميلك. وإن كنت تشاهد هذا الفيديو عبر اليوتيوب، أترك تعليقا في اليوتيوب فيه يعني إيميل وإيميل حضرتك، وسأقوم بإرسال يعني التطبيق إليك مباشرة. أنا أفعل ذلك طبعا لأن هذا التطبيق غير موجود بكثرة في الإنترنت، وأنا لا أرغب في ذلك كي لا يقوم موقع أدمي فاست بحظره. كما تلاحظون معي، أصبح لي الآن 4 نقاط يعني دون أن أعمل أي شيء. وهكذا يعني فقط ستترك الموقع ليعمل وستربح النقاط. درسنا اليوم في مدونة الأرباح كان سريعا جدا، ولكن سيكون مفيد للعديد والعديد منكم. أذكر كل من يرغب في هذا التطبيق، فعليه فقط أن يترك تعليق فيه يعني الإيميل، وسأقوم بإرساله إليه مباشرة. شكرا لكم.